بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله تعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركات، ويوفقنا لصيام نهاره وقيام لياليه، وتلاوة القرآن في كل وقت وحين، وذكره آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. أيها الأحباب الكرام، موضوعنا اليوم نتعرف على أحكام الصيام من خلال آيات القرآن، الآيات الدالة على أحكام الصيام، وقد جمعها الله عز وجل في سورة البقرة. نريد وإياكم أن نقوم بقراءتها وفهمها وتدبرها واستنباط الأحكام منها، لأنها اشتملت على كل أحكام الصيام وحوت كل مبادئه وأهدافه ومقاصده. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا تباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. أيها الأحباب الكرام، هذه الآيات البينات في القرآن الكريم من سورة البقرة بدءا من الآية 183 إلى الآية 186، ربنا سبحانه وتعالى يجمع فيها كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام. و في هذا المطلع ماذا يقول الحق عز وجل؟ هذه الآيات نزلت في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الصيام في بدء الأمر كان صياما خفيفا، لم يكن شهرا كاملا، كان الناس يصومون أيام في الأسبوع، لكن ربنا عز وجل أراد أن ينظم أحكام الصيام. فلما هاجر النبي الكريم إلى المدينة المنورة نزلت على قلبه هذه الآيات البينات. ربنا عز وجل
يخبر في مطلعها ويقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا يخاطب أهل الإيمان، لأن الخطاب في مكة المكرمة كان يقول يا أيها الناس، أما الآن بعد الهجرة النبوية الشريفة صار ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الفئة المؤمنة لأنهم أدعنوا لأمر الله، ولأنهم اختاروا منهج الله، ولأنهم صاروا على شرعه وقبلوا منهجه. يا أيها الذين آمنوا، من فيهم شرف الإيمان، يخاطبهم المولى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ربنا يخبر بأنه من على عباده بأن فرض علينا الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. معنى كتب يعني فرض. نسمع مؤخرا بعض الفلاسفة الجدد يقول بأن الصيام غير مفروض، لأن ربنا قال كتب ولم يقل فرض، فلماذا الفقهاء أول كتب بفرض؟ وهذا إنسان لا يفقه اللغة العربية ولا يفهم فحواها ولا حقيقتها ولا مجازها ولا فنون القول عند العرب. فمعنى كتب يعني فرض، بل هو أقوى في الدرجة. الله تعالى كما فرض على الأمم السابقة الصيام فرضه أيضا على المسلمين. فالصيام مفروض عند اليهود، ومفروض عند النصارى، ومفروض في ملة إبراهيم الحنيف، ومفروض عند كل الأمم السابقة. إلا أن صيام الأمم السابقة كان شاقا، صيام الأمم السابقة كان طويل وفيه أحكام شاقة، أما الأمة الإسلامية فصيامها أسهل صيام. ربنا عز وجل قال أياما معدودات، يعني شهر فقط أو أقل من شهر، هذا هو صيام الأمة الإسلامية، في حين أن الأمم السابقة كان منهم من يصوم شهرين متتابعين، منهم من يصوم 25 يوما، منهم من عندهم صيام طيلة السنة، كل 3 أشهر هناك موسم صيام. لكن الأمة الإسلامية ربنا عز وجل جعل شريعتها الغراء سبحة يسيرة بلا حرج، ومن ثم جعلها ميسرة. لماذا شرع ربنا هذا الصيام؟ لعلكم تتقون. فربنا عز وجل ذكر حكمته في مشروعية الصيام هي التقوى، فالتقوى هي امتثال أوامر الحق عز وجل واجتناب نهيه. فما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، يعني كل ما تميل إليه النفس يتركها متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثواب الرحمن. والصائم لما يصوم رمضان يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. وهذا الصيام فيه بركة، لأنه يضيق مجاري الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذ إبليس وتقل منه المعاصي. لهذا فالصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. من أجل ذلك ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. ثم إن الصائم لما يكون صائما صدقا فإنه في الغالب تكثر طاعته، والطاعات هي من خصال التقوى. كما أن الصائم الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعدنين، وهذا كله من خصال التقوى. لعلكم تتقون، التقوى هي مقامات. وكان سيدنا علي بن أبي طالب عرف مضمونها فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل،
والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فمن صح صيامه وصح قيامه يصير عنده التقوى، والتقوى هي هذه المعاني: الخوف من الجليل، تستشعر مراقبة الله تعالى فتخاف منه وتستحي أن تقع فيما حرمه. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني أن المؤمن يكون دائما الاتصال بالقرآن الكريم، دائما يبحث عن الأحكام الشرعية فيما ذكره رب العزة في كتابه العزيز. العمل بالتنزيل، يحكمون شرع الله في أنفسهم وفي أوضاعهم العامة. والرضا بالقليل، من صفات المتقين أن ما عندهم طموح كبير في الدنيا، يكفيهم القليل من الطعام، القليل من اللباس، القليل من الاستهلاك، رغم أنه غني ويكسب المال الوفير، ولكنه يجمعه لكي يعيد إنفاقه على الفقراء والمساكين، أما هو فيكتفي بالقليل. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. العبد المؤمن تجده دائما على أهبة، أنه جمع حقائبه ويستعد في أي لحظة، لن يفاجأ إذا جاءه الرحيل وجاءه نادي الموت، فإنه لا يفاجأ لأنه مستعد للقاء الله تعالى. هذا معنى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي أياما قليلة في غاية السهولة. ثم بيّن الله عز وجل مقدار الصوم، وأنه ليس كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل هو أيام معدودات. وهكذا في ابتداء الإسلام الناس كانوا يصومون كل شهر 3 أيام. في بدء الإسلام في مكة المكرمة كان الناس يصومون ليس فرضا وإنما تطوعا من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان، فصار الناس يصومون رمضان بالكامل. ربنا عز وجل لأنه يعلم بأن الناس كلهم ليسوا أصحاء، فهناك المرضى وهناك المسافرين وهناك العجزة وهناك كبار السن وغيرهم، هؤلاء أصحاب الأعذار. لهذا ربنا سوف يسهل تسهيلا آخر، فيقول جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحق عز وجل بيّن بأن هذا الصيام فيه تيسير على العباد، فقد يكون المؤمن مريض وقد يكون مسافر، فالمريض لا صيام عليه، إذا كان يشعر بمشقة زائدة فإنه يفطر. طبعا المريض من عنده مرض فيه مشقة، ليس أي مرض، قد يكون الإنسان يشعر بوجع في الدماغ شقيقة، أو يشعر بألم في السن أو في الضرس، أو يشعر بجرح في الأصبع، لا يسمى هذا مرض، هذا مرض ممكن تحمله، ولكن المرض المقصود أن الإنسان يفقد معه القدرة والاستطاعة على إتمام الصيام. فالمريض ربنا عز وجل أعفاه من الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المسافر أيضا لا يصوم، لأن السفر مظنة المشقة، وهذه المشقة قد تتضاعف على المسافر. أيام زمان كان السفر صعبا، الناس يسافرون على الحمير والبغال والبغائم والعربات تجرها الدواب، أو منهم من يسير على قدميه أو فوق الجبال، ويسير مسافات طويلة أيام وليالي في الصحراء والشمس المحرقة. قد يقول قائل: اليوم السفر عندنا ميسر، الناس يسافرون في السيارات وفي القطارات وفي الطائرات وفي الباخرات، وهي مكيفة وسريعة، فكيف يصوم؟ فالأمر هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي السفر الناس مخيرون، من أراد أن يصوم في السفر فله الأجر والثواب،
ومن اختار أن يفطر رغم أنه ليس هناك مشقة فإنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ربنا عز وجل ماذا قال للمريض والمسافر؟ قال فعدة من أيام أخرى، يعني أن الإنسان يفطر في نهار رمضان ثم بعد ذلك يقضي عدد أيام رمضان لما يكون في وضع سليم، ينقضي رمضان عنده 11 شهر آخر، له أن يصوم ويختار ما يشاء، حتى إنه من المصلحة له أن يقضي أيام قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة. قد يكون رمضان في الصيف فأيامه طويلة وحارة، ولك أن تقضيه في الشتاء أو في الخريف وأيامه قصيرة وباردة، هذا يجوز والعكس صحيح. فهذا كله من باب التيسير على الأمة الإسلامية. ثم قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام بمشقة، عليهم فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين أو مساكين. فالإنسان إذا كان يشعر بمشقة زائدة، هذا خاص بالشيوخ وخاص بالعجزة، قد يفطر ولكنه لا يستطيع، قد يصوم ولا يستطيع أن يستكمل صيامه، ربنا أعطاه فدية. وقيل عند علماء التشريع أن هذا كان في ابتداء فرض الصيام، لما كانوا غير معتادين على الصيام وفرضه الله تعالى حتما كان فيه مشقة عليهم، فربنا تدرج بهم بأسهل الطريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو الأفضل وبين أن يطعم، له أن يفعل ما يشاء، هذا في أول الأمر كان الأمر خيارا، لك أن تصوم الصيام ولك أن تفدي، تفطر وتفدي تطعم، لأن ذلك الزمان كانت فيه مجاعة قوية والناس كانوا يحتاجون إلى الطعام، فربنا سن لهم هذا الأمر إلا أنه رغبهم في الصيام، فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالصوم خير لأنه فيه مصلحة وفيه تربية إيمانية وفيه خير عظيم. ثم ربنا عز وجل هذه الفدية بينت السنة النبوية الشريفة، إطعام مسكين عن كل يوم، الذي لا يستطيع الصيام والذين يطيقونه، هناك المرأة الحامل لا تطيق الصيام إلا بمشقة، وكذلك المرأة المرضع لا تطيقه إلا بتعب شديد، وكذلك المرأة النفساء، هؤلاء كلهم من أصحاب المشقة الزائدة. كذلك الأطفال قد يصوم وهو ويبلغ سن الرشد وهو لازال صغير، هناك فتيات في 10 سنوات يأتيهن الحيض، وهناك ذكور في 11 سنة يبلغ مبلغ الرجال لكنه لا يستطيع الصيام. فكل هؤلاء ربنا عز وجل أعطاهم فرصة للإفطار ثم بعد ذلك للقضاء أو للفدية. والسنة النبوية الشريفة جاءت تبين حقيقة طعام مسكين، يعني وجبة طعام كانت في أيام زمان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقدرها الفقهاء في عصرنا هذا بحوالي 15 درهما عن كل يوم. أبو حنيفة النعمان كان في العراق في القرن الثاني للهجرة، فقال المسألة غير مرتبطة بهذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صاعا، لماذا؟ لأن المستوى المعيشي كان بسيطا، أما لما تطور المستوى المعيشي وصار الإنسان لا يكتفي بصاع من تمر أو من شعير أو من زبيب، بل مائدة فيها أسماك، فيها دجاج، فيها لحم، فيها خضروات، فيها فواكه، فيها ألبان، فيها زبادي، فيها أنواع من العصير وغيرها، فقال إن الفدية لابد أن تكون من جنس الطعام الذي تأكله. ومن ثم قرر أبو حنيفة بأن الفدية تزيد وتنقص بحسب غنى وفقر المكلف. وهذه الأمور سوف نفصلها إن شاء الله تعالى في البرامج الفقهية
نذكر فيها مذاهب العلماء ونذكر استدلالاتهم بالكتاب والسنة وبالأقيسة. بعد هذا ماذا قال ربنا عز وجل؟ يواصل في آيات الصيام فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله عز وجل يؤكد بأننا لماذا نصوم رمضان، لماذا ربنا اختار رمضان على وجه الخصوص للصيام، ما هو السر في ذلك؟ السر لأن في رمضان وقع أهم حدث في تاريخ البشرية. هذا الحدث ما هو؟ هو إنزال القرآن الكريم، نزل على قلب النبي الأمين. والغريب أن جميع الكتب السماوية ربنا أنزلها في رمضان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فرمضان أنزل فيه أنزل القرآن العظيم. لهذا ربنا سوف يؤكد متى نزل هذا القرآن، سينزله في ليلة القدر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث نبيه كل مرة بما شاء، وحينما يأتي المشركون ويخاصمونه إلا ويأتيه بجواب، كقوله تعالى مثلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان القرآن الكريم وكأنه حوار بين السماء والأرض، ربنا أنزله جملة واحدة. الأسئلة التي سوف يطرحها المشركون والشبهات التي سوف يروجها المكذبون من قبل أن يفكروا فيها، ربنا طرحها وأعطى الجواب وأنزلها في السماء الدنيا ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن في هذه الليلة المباركة، وجعله ينزل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. هذا التنزيل ما مقصوده؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح لكتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، والقرآن الكريم هو هدى للناس وبينات، أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. القرآن الكريم كله آيات دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي. القرآن الكريم جاء مفرقا بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. فهذا بعده هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الإيمان والكفر، يفرق بين الخير والشر، يفرق بين الحلال والحرام. فلما قرر ربنا عز وجل ذلك وبين فضيلته وحكمته، قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا تعيين لصيام رمضان، أن كل من شهد بزوغ هلال رمضان عليه أن يصوم. لهذا فمراقبة الهلال تكون عن طريق المعاينة. هناك فريق من العلماء قالوا: بعد فمن شهد منكم الشهر، يعني المشاهدة تكون بالعين المجردة. ومنهم من قال: لا، هو بالإخبار، قد يشهد ذلك عدل، إما رجل دين وإما قاض وإما عسكري وإما شخصية نافذة، ثقة عدل ويخبر بها الآخرين، فإخبار. هذا شاهد بعينه، كان في صحراء قاحلة ورأى في علياء السماء والناس أخبروا،
هذا ما يقع لنا في عصرنا هذا. فلما نراقب هلال رمضان تقوم الوزارة المكلفة بتدبير الشؤون الدينية وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطلب من النظار ومن المندوبين ومن السادة القضاة ومن السادة العدول ومن السادة العسكريين في التخانات العسكرية في حدود البلاد تطلب منهم المراقبة. كل يراقب من شمال المغرب إلى جنوبه إلى شرقه إلى غربه يراقبون في صحرائه وفي الأماكن المترامية. فإذا أخبر أحدهم تأخذ الخبر كأنه أكيد ثم تعلنه على وسائل الإعلام فيتم تموت الرؤية، ومن ثم يصوم الناس جميعا بالإخبار ليس بالمشاهدة. فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن هناك فريق من العلماء عندهم ما يسمى بالحساب الفلكي. أبو حنيفة النعمان في زمانه كان ينادي بالحساب الفلكي وهو كان في القرن الثاني للهجرة. الحساب الفلكي يعتمد على حسابات منازل ودوران الشمس والقمر والكواكب، مجرد حسابات رياضية تعلم متى سيكون ولادة الشهر الجديد. لكن الفقهاء المالكية يتقيدون بنص القرآن، لا يقولون بالحساب الملكي ولكن يقولون بالحساب بالمشاهدة. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال ربنا عز وجل جل جلاله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مرة ثانية الله عز وجل يستثني المريض ويستثني المسافر إذا كان في الصيام. هذا التأكيد لماذا؟ لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يشعرون بتعب ومشقة زائدة في صيامهم، إما بسبب الأمراض لقلة وسائل الأدوية وقلة المصحات وقلة المستشفيات، وكذلك للسفر كان مضنة المشقة فيه تعب وفيه معاناة. وهذا الأمر قد يتكرر في كل زمان، من يدري قد تأتي أزمان يصير المريض لا يكاد يجد الدواء والمسافر لا يسمح له حتى في الانتقال من مكان إلى مكان. فربنا سبحانه وتعالى بالتيسير قال: فعدة من أيام أخر، يعني أصحاب الأعذار لهم أن يفطروا في رمضان ولما ينقضي لهم أن يصوموا أياما أخر. ونحن نرى في زماننا هذا بعض الناس يفطرون في الشارع العام، وإذا سألته قال لك: أنا مريض، عندي سكري أو عندي فشل كلوي أو عندي ابن الطبيب. أي نعم يجوز لهم أن يفطروا لكن ليس في الشارع العام. الأفضل أنه يختني بنفسه في مكان معزول ويفطر حتى لا يثير استفزاز الآخرين، لأن البعض قد يظنه أنه يتحدى مشاعر الدين وأنه يفطر عدوة ومن باب عدم الامتثال لأوامر الدين وتقع فتن. يا ما رأينا هناك مناوشات وصراعات، أشخاص يفطرون في الشارع العام وآخرون من باب الغير الدينية انتفضوا. وفي الختام تبين بأن المفطر ليس على موقف أو عنده مبدأ اللي هو مضاد للدين، بل إنسان مريض عنده عذر شرعي فلا بأس أن يفطر، لكن الأفضل أنه يبتعد عن عيون الناس حتى لا يتعرض للاستفزاز. فربنا يسر وقال: هؤلاء من أصحاب الأعذار الشرعية. لهذا قال جل جلاله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يريد بعباده أن ييسر عليهم الطرق الموصلة إلى رضوانه، وذلك بأعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل. لهذا كان جميع ما أمر به الله تعالى عباده في غاية السهولة في أصله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته على منهج اليسر والسهولة ورفع الحرج، كان يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تدفروا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تدفروا.
فإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله الله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع من التخفيفات. كل هذا من باب التيسير على عباد الله، إلى أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أي كل هذا لأن لا يتواهم متواهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، لأن البعض يقول إذا صمت نهار في رمضان يكفي، امتثلت شريعة الرحمن. لا، لابد أن يكون الصيام لطيلة رمضان ولتكمل العدة، فلا بد أن نستمر في الصيام حتى إتمامه بالكامل. لا ينبغي أبدا أن نصوم، لأن البعض قاعدة أصولية تقول إذا قام الإنسان ببعض الحكم هل ينطبق عليه عمومه؟ لا أبدا، لا بد أن تتم جميع شهر رمضان. لو صمت أسبوع أو أسبوعين لا تسمى بأنك صمت رمضان، لا بد أن تكمل العدة ولتكملوا العدة. إلى أن قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني يبقى الصيام مستمرا إلى حين رؤية هلال شوال. حينما نرى هلال شوال آنذاك نمسك عن الصيام، وعلينا أننا في هذه الأيام نكثر من التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي نذكر الله عز وجل عند انقضاء العبادة، فلا بد أن نكثر من التكبير، لأن ربنا عز وجل أمرنا أن نكبر عقب كل عبادة. في الصيام قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. في الحج ماذا قال تعالى؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففي الحج تسمع الحجاج يقومون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. وكذلك في الصلاة، إذا قضيت الصلاة علينا أن نكبر الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إلى أن قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دائما ربنا يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحن مطالبين بالذكر في كل وقت وحيد. وحينما ينقضي رمضان، لما تستكمل العدة، ربنا أمرنا بالإكثار من التكبير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ففي مطلع شوال المؤمنون مطالبين أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده. وهكذا ربنا أمرنا بأن نكثر من التكبير حينما نكمل العدة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني لابد أننا ونحن نعبد الخالق نشكره على هذه النعم. نشكره لأننا كنا عدم، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا بشر أحياء. نشكره لأنه أغدق علينا من النعم، أعطانا السمع والبصر والفؤاد. نشكره أعطانا الإيمان وفضلنا على غيره من الخلق الذين ما أعطاهم الإيمان. نشكره لأنه وفقنا للصيام. نشكره لأنه وفقنا للقيام. نشكره لأنه وفقنا لتلاوة القرآن. نشكره لأنه وفقنا لهذه الأعمال. فلولا توفيق الله عز وجل لما صلينا ولا صمنا ولا كنا. فعلينا أن نكثر من الشكر، الشكر على العبادة، حتى إن المؤمنين يشكرون الله مرتين، أن وفقهم لشكره. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية هي جواب على سؤال. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم
من طرف بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ربنا هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآيات نزلت في خضم أحكام الصيام للدلالة على أن في رمضان الدعاء مستجاب، أن أبواب السماء مفتوحة، وأن من طلب الله أمرا أعطاه. الله تعالى هو الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله رقيب وقريب، قريب من داعيه، قريب بالإجابة. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. قال: فندى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. المقصود أن الله قريب منا، لا داعي لكي نرفع أصواتنا لكي يسمعنا. فإذا ناجيت ربك خفية في نفسك فالله سوف يسمعك ويفهمك ويعلم كل ما تريد أن تقوله. لهذا عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلما دعا العبد ربه ربنا سوف يجيبه. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. هناك من يدعو الله بالعبادة، يقول: يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود، يثني على الله، دعاء عبادة. وهناك دعاء مسألة، يقول: يا ربي أعطني كذا واصرف عني كذا. والقرب أيضا نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنعه مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله تعالى قد وعده بالإجابة، خصوصا إذا أتى العبد بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان بالله. كل هذه الأمور موجبة للاستجابة. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا عز وجل: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. فربنا عز وجل يجيب كل العباد، ولكن كل إجابة لها طريق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح له أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالشاهد عندنا الصائم حتى يفطر. فالصائم إذا دعا ربه في نهار رمضان، خصوصا عند النداء للمغرب، فإن دعوته لا ترد. هذا وعد من الرحمن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا قال: عليكم يا عبادي لكي يحصل لكم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنكم الغي المدافع للإيمان، عليكم أن تستجيبوا لأمر الله. فمن استجاب لأمر الله تعالى كان من الراشدين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أن الله يجعلك راشدا، يعطيك الله الحكمة، يعطيك الله فصل الخطاب. هذه آية عجيبة، هذه الآية
تسكب في قلب المؤمن المعاني الحلوة، فيها الود وفيها الأنس والقرب من الله، وفيها الرضا الذي يبعث الطمأنينة والثقة بالله واليقين في الله. فالله عز وجل أضاف العبادة إليه وقال: وإذا سألك عبادي، وإذا سألك عبادي، أضاف العبادة إليه دون واسطة ودون حاجز. لم يقل لهم فقل لهم إني قريب، بل قال: وإذا سألك عبادي فإني قريب. لم يقل قل لهم إني قريب، لكي ينفي الواسطة أو الحاجز بين الله تعالى وعباده. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك فيه أنس وقرب منه جل جلاله، وهذا يقود إلى الرشد والهداية والصلاح. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي كذلك الرشد والهدى والصلاح. الله تعالى غني عن العالمين. الله تعالى جعل استجابة لعباده حين يستجيبون له. إذا استجبت لله استجاب الله لك، وعليك أن لا تتعجل الاستجابة، فهو يقدر الإجابة في وقتها بتقديره الحكيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أرى استجابة لي. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فعلى المؤمن أن لا ييأس من رحمة الله، يستمر في الدعاء ويطمع في رحمة الله ولينتظر الفرج. فعلى كل واحد منا عليه أن يلح في الدعاء، وإن لم يستجب الله له على الفور لحكمة يراها جل جلاله. إلزم باب مولاك، فمن الذي دعاه ولم يستجب له؟ ومن الذي طرق بابه ولم يفتح له؟ والصالحون والأولياء المقربون هم أعلم بما في ذلك. ثم يضيف ربنا عز وجل الآيات فيقول: أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الله عز وجل يخبر هذه الآيات لها سبب نزول. كان كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول: الناس في رمضان في زمن النبي الكريم كان إذا صام الرجل فأمسى فنام، إذا نام، إذا صام وأفطر مع المغرب وصل العشاء ونام أراد أن يستروح، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، ممنوع النوم، أي ليس من حقه أن يستيقظ ليأكل ويشرب، فلا طعام ولا شراب إلا إذا غربت الشمس من ذلك اليوم الذي يليه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم فصامر عنده، بقي عند النبي الكريم تصامرا وجلس عنده في الليل يتكلمان في مصالح المسلمين. فلما رجع من عنده أراد امرأته، يعني أراد سيدنا عمر أن يأتي أهله، فامرأته قالت له: إني قد نمت، الآن نمت، ما عليك، ليس من الحلال أن تأتي إلي. لكن سيدنا عمر باشر زوجته، وكان سيدنا كعب بن مالك أيضا صنع نفس الشكل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع لهم حرج شديد. فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا الأمر كان ونسخ، كان ممنوع منعا كليا في أول الصيام، الرجل إذا أفطر عند المغرب وأكل وشرب فيحرم عليه أن يجامع زوجته. هذا حصل فيه مشقة لبعض المسلمين، فخفف الله عنهم ذلك وأباح لهم في ليالي رمضان كلها الأكل والشرب والجماع، سواء دام أو لم يدم، لكونهم كانوا يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به.
فقال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شبه الله تعالى المرأة باللباس، فالمرأة هي لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة، ولباسك يرفعك أو يهينك. فمن كان لباسه جميل وعلى مقياسه يرفعه ويزيده هيبة، وإذا كان اللباس ضيقا أو فيه ترقيع قد يهين صاحبه. فشبه بأن العلاقة بين الزوج والزوجة مثل اللباس، فيها الستر وفيها العزة وفيها الكرامة. ثم قال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي كنتم تتربصون وكأنكم تقومون بالخيانة، لا تدرون هل دمتم أم لم تدموا، فتاب عليكم وعفى عنكم. أي أن الله عز وجل وسع لكم هذا الأمر الذي كان ضيقا، فلولا توسعته لكنتم معذبين، فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى الله عما سلف من التخوف. فالآن باشروهن، أي الآن جاءت الرخصة وجاءت الساعة من الله، ولكل رجل أن يباشر زوجته في ليالي رمضان دون حرج، إلى أن قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي إنو في مباشرتكم لزوجتكم التقرب إلى الله. يعني أن العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة بهيمية، علاقة حيوانية، وإنما علاقة تبتغي بها مرضاة الله. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني المقصود من العلاقة الزوجية أن الإنسان يعف فرجه وفرج زوجته، والغاية هو حصول الذرية وحصول مقاصد النكاح عموما. فهذا هو ابتغوا ما كتب الله لكم. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة ليلال الصيام، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فلكم أن تفرحوا في ليالي رمضان، حتى إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. فهذا التيسير وهذه الرخصة تكون في الأيام الأولى من رمضان، لكن العشر الأواخر من رمضان من السنة أن الإنسان يجتنب حتى المباشرة مع الزوجة، لأن هذه فيها الليلة المباركة ليلة القدر، فإذا فاتتك لم تدركها أبدا. ثم قال ربنا عز وجل في الختام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ربنا عز وجل قال بأن الغاية للأكل والشرب والجماع هي تكون من طلوع الفجر إلى 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 إلى, إلى, إلى غروب الشمس. ويروى أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم قال: هذه الآية نزلت فيها، قال: عبدت لما سمعتها عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما لأتبين الخيط الأسود من الأبيض. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنني كنت لا أتبين طلوع الفجر، فأخذت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض جعلتهما تحت وسادتي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما المقصود بياض النهار وسواد الليل، ليس العقال الأبيض والأسود. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا فيه دليل على استحباب السحور، فالإنسان عليه أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. وربنا عز وجل فضل الأمة الإسلامية بأكلة السحور، قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فاليهود والنصارى في صيامهم ما عندهم سحور، والسحور خاص بالأمة الإسلامية. السحور كما قال النبي الكريم: أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
احرص على ان تتسحر ولو بشربة ماء، لان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور ينبغي ان يكون في اخر الليل. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. قال انس: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. 50 آية يعني تقرأ في حوالي 10 دقائق، يعني لابد أن نتوقف عن السحور بحوالي 10 دقائق ثم يرفع الأذان لكي نستعد للصلاة. وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب. قد يكون الرجل مع زوجته ولم يغتسل، فصيامه صحيح، لكن عليه أن يغتسل للصلاة وصيامه يكون صحيحا. ثم قال ربنا عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إذا طلع الفجر فعليكم بالإمساك عن المفطرات إلى الليل، والليل هو غروب الشمس. وأيضا ربنا عز وجل سيشرع الاعتكاف، والنبي الكريم كان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف، فكان نهى عن العلاقة الزوجية في هذه الفترة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إياكم أن تكون لكم علاقة زوجية في العشر الأواخر من رمضان، خصوصا العاكفون في المساجد المتصفون بذلك. هذه الآية شرعت الاعتكاف، والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، والمؤمن ينقطع إلى ربه. فالاعتكاف لا يكون في البيت، الاعتكاف يكون في المسجد في بيت الله. لهذا الفقهاء لما كانوا يصنفون الكتب الفقهية، إذا وضعوا كتاب الصيام وضعوا بجانبه كتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكر الله تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام في أواخر شهر رمضان، كما ثبتت السنة النبوية الشريفة أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكفت أزواجه من بعده. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أي تلك المذكورات من الأحكام، تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفتت الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحوها من المحرمات. تلك حدود الله، أي هذه الحدود حدها الله عز وجل لعباده ونهاهم من الاقتراب منها. تلك حدود الله، الذي ينتهك حرمة رمضان بدعوى الحرية الفرضية ودعوى أن الإنسان هو مسؤول عن نفسه. هذا فيه طعن للشريعة، فيه استكبار على شريعة الله. تلك حدود الله، حدود حدها الله عز وجل ونهاكم عنها فلا تقربوها، لا تفعلوها. أبلغ من لو قال لا تفعلوها، فلا تقربوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل محرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. ثم العبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، ويترك كل سبب يدعوه إليه، إلى أن قال الله عز وجل: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. المقصود إذا بدا لهم الحق واتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإن الله تعالى بين للناس آياته وجعلها واضحة، وكلف الفقهاء وكلف المحدثين وكلف الوعاظ بتبيينها للناس. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة بجهل الأحكام، وهذا كله سبب للتقوى. ربنا كما بدأ آية الصيام بالتقوى ختمها بالتقوى لعلهم يتقون. فنسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المتقين. اللهم يا رب تقبل منا صيام رمضان وقيام لياليه، وتقبل منا تلاوة القرآن، واجعلنا من عبادك الراشدين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم.